اوكي يا عيال، الان يا عيال هذا الفيديو حق امونج اس يا عيال. نزلت فيديو بس تاخرت على مداري، فالتصوير انا هخلصه من اي شيء. طبعا كنت عامل نفس الفيديو بعدين حذف ما ادري بس الله. اوه كلنا صوتنا عليه، كلنا، لانه اصلا ما حد مات يا عيال. انا عيال كرو ميت، طبعا مو بوستر، كرو ميت يعني طبيعي، شايفينها الأحمر. أنا أوكي الأحمر يعلم المستر. الأخضر اللي مع ايش لقتني. يا عيول الخزانة عيال فتحت، بس ما ادري مين بوستر. الخزانة انفتحت توي. انا اقول جرين. نعم يعني جرين. كان عيال، شفت واحد عيال طلع زموني جرين، بس هو كان يلحقني. عيال نصوت عليه، كان لاحقني وكمان فوق صوت اسود. انا حاسه عاد هو بيطلع. يلا هذا بس يرسم تصور، مين كمان يصوت؟ هو اللي جرين تصور بالغامق. يلا طيب، ثلاثة سكيب هو الامبوستر. نعم هو الامبوستر، هو الامبوستر، هو الامبوستر، هو الامبوستر. كفو، صوت معاي كده هيك. هو عال هو صدقوني، هو صدقوني. يبغى يصوت علي انا او الاصبع. يلا صوتوا انتوا اثنين. يس اربع صوتوا عليه، لانه يعني كان بيقتلني كويس. اللي جرين ايش مبوستر. اوكي طلعنا اللي جرين مبوستر، تمام. تحقيقاتي ما حلت سكات عشان اخذ راحتي. Yeah.
عشان بيكسرني عليه باللحظة. ايوه هو يا عيال. قاعد يقولني انا اصفر. انا كنت معاك يقول انه الاسود مواطن. والله مو مواطن. ايوه خلص. صوت معايا. ناقص الاصفر. يس وهو الامبوستر. يس والله عارف صوت علي. يعني هو كان شايفني اني انا بسوي تاسكات وتاسكات وتاسكات تاسكات وهو يعني ما يقول بس هذا انا لكن والله عيال انا اصلا صوت واعوذ بالله. انت اللي صوت يا اصفر لان بقول عليك انت مصوت الجثة. ايه اصفر يا حبيبي اصفر. ليش تقول واي؟ والله انت شكلك بتروح فيها. انت اللي حاط تصويت. كلهم لنا على الاصفر. مين صوت على
ليش؟ الأصفر حاقد علي، ليش؟ لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر التنبيهات. Peace out.